يا كلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وعرضها، فتح عيون البشر علي حصل على أرضها. على أرضها طبع المسيح قدمه، على أرضها نزف المسيح ألمه. لازم يعود على أرضها. الله 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 عليك يا حياتي، الله عليك، الله على جمالك وإحساسك يا حبيبي. أنت قلت اللي نفسنا كلنا عايزين نقوله. تعرف يا حليم، أول ما كلمتوني وأنا في السويس قلت إنكم عاوزيني يعني عشان أكتب لكم غنوة عن الحب والهجران والحاجات دي، يعني عشان كده ما كنتش عاوز أرد عليكم خالص. انما لما عرفت انكم عاوزيني في الموضوع ده، القصيده اتكتبت لوحدي. طب يلا حضر نفسك عشان تسافر معانا. اسافر معاكوا فين؟ ده انا لازم اروح السويس دلوقتي. يا سلام، ومستعجل ليه كده؟ وما استعجلش ليه؟ اروح لناس هناك يا اخي. ناس مين دول؟ اقول لك يا سيدي، ابراهيم ابو العيون، محمد عبد المولى، سيد طه، ام علي، والحاج ابو سالم. اقول لك كمان مين كل دول يا خال؟ دول الناس اللي في السويس، اللي قعدت معاهم تعلمت منهم وعلموني كتير، وهم كانوا سلوتي وكل حاجة في حياتي، وخلوني أذوق طعم الدنيا من جديد بعد النكسة. تجيب جواز سفرك الصبح عشان ناخد لك فيزا لندن وتيجي معانا وبولبل. هو أنت فاكر إن أنا عندي جواز سفر؟ صحيح يا حليم، هي الحكاية بالسهل كده؟ وبعدين حمزة هيعمل جواز سفر ليه؟ وهيعمل بيه ايه؟ خلاص يا سيدي، هات صورتين والاوراق المطلوبة وانا هقوم بالباقي. خلونا نتكلم بقى في الشغل شوية. فاكرين مجدي العمروسي لما كان عايز يحط اغنية جان الهوى في فيلم عبودة الجماهير؟ يا روح قلبي، وانت قلت الاغنية مش مناسبة عشان الفيلم درامي قوي. اهو الفيلم المناسب لها جاي في الطريق. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني الفيلم كله شباب ومرح وحب تليق عليه الغنوة. طب انا عندي اغنيه ممكن تعجبك. قول. بتقول: ميت اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني، اتالى الفرقه والله وبعادك عن عيني. هتكسر الدنيا. انا قلت كده برضه، وانا بقول اديها لرشدي. ليه؟ ما انت قلت هتكسر الدنيا. انا عايز ارجع للغنى اللي لايق عليا، اللي بحبه، اللي هو يبقى شبهي. مش على طول كده حليم، لازم تعمل تمهيد للناس في الاول. ايدي على ايديكم. بص يا حمزة، بعض الأحيان عيب شعر العامية ما بيقدرش يوصل لمعاني الفصحى. ليه بقى؟ أي معنى العامية المصرية ممكن تعبر عنه مهما كان صعب. شوف مثلا تعبير قبض الريح، واضح وباين ومؤثر وبيعبر عن الخواء والفراغ. لو حبيت تعبر عنه بالعامية هتقول إيه؟ مش لازم ترد دلوقتي، أنا عايزك تفكر مع نفسك وتشوف هتقول إيه. الأغنية اللي هيغنيها عبد الحليم النهاردة أغنية حلوة أوي. وهو من إمتى غنى حاجة مش حلوة؟ محدش بيرد عليا يعني. أنا قلت حاجة غلط يا سميرة؟ لا، حد يقدر يقول كده برضه عليا؟ أغنية مناسبة للي إحنا فيه، مستمدة من ديننا وتاريخنا، وإحنا في مرحلة محتاجين دايما نقول فيها الكلام ده علشان العالم كله يعرف إن إحنا متمسكين بحقنا. صباح الخير يا جماعة. صباح النور.
يا اخويا اقول مساء الخير، تصبحوا على خير، اي حاجه تقول ان النهار فات. فتاح علي مرزاق يا كريم، الرزق بتوزع الصبح مش العصريه. اعمل لك قهوه يا استاذ عبد القادر؟ يا ريت يا سميره عشان افوق واعرف ارد. حاضر، ثانيه واحده. هترد تقول ايه يا حبيبي؟ هتقول انك بترجع كل يوم وش الفجر؟ لا ليه، انا ملوش لزوم الكلام ده. لما تحبي تقولي كلام زي ده لجوزك قوليه وانتوا لوحدكم من فضلك يعني. حاضر يا اسماعيل. امال البنات فين؟ البنات بيلعبوا تحت يا عبد القادر. وايه بقى اخبار حليم في لندن؟ حفلته لله دي ان شاء الله، ربنا يوفقه. يا رب، ويا رب يكتب لنا كمان اروح لندن عشان ارتاح شويه. بتنكت على ارضها خامس مرة يعيد فيها نفس المقطع. هذا علشان يأكد المعنى. بس الكلام حلو قوي يا اسماعيل. انت اشمعنى يا محمد السفرية دي ما رحتهاش؟ اهو كنت جبتلي شوية فساتين من هناك. يا حبيبتي يجيب لك 1000 فستان بعد كده، بس سيبونا نسمع الراجل اللي بيغني. ازيك يا صباح؟ ازي حضرتك يا بيه؟ متجمعين عند النبي. ده ايه الروايح الحلوه دي يا عم عبد القادر؟ اه دي اللي جابها اخوك حليم. ورايح فين واخرج كده؟ شغل يا سمعه يا اخويا، الواحد ما بيهمتش. يا اخي كنت تقعد معانا واسمع حليم. طبعا كل اغاني حليم حلوه وتجنن، وبعدين الراديو والتلفزيون هيزعوها لنا كل يوم. معلش بقى يعني قصدكم احسن اتاخرت على ميعادي. والامتى فيك يفضل يصيح مسيح.